يعرف الذكاء الاصطناعي على أنه قدرة الآلات أو الروبوتات على محاكاة الذكاء البشري وأداء المهام التي عادة تتطلب الإدراك البشري. لاستخدام الروبوتات في العمليات الجراحية فوائد عدة، أبرزها: العمليات الجراحية بالروبوت تكون عن طريق جروح صغيرة، تشافي المريض بعد إجراء العملية باستخدام تقنية الروبوت تكون بشكل أسرع، إقامة المريض بالمستشفى تكون لفترات أقل، فترة النقاهة للمرضى بعد إجراء العملية الجراحية باستخدام الروبوت تكون جداً قصيرة. أثناء إجراء العملية الجراحية بتقنية الروبوت يكون النزيف خلال العمل أقل. يستخدم الروبوت في عمليات جراحية عديدة، أبرزها الاستئصال الجذري للبروستاتا واستئصال أورام من الكلى أو المثانة التي تحتوي على ورم مع تحويل مسار البول. مركز الشيخ صباح الأحمد للكلى والمسالك استخدم الروبوت دافنشي اكس اي في عمليات استئصال الكلى والأورام الخبيثة. بداية دكتور، ما هو الروبوت المستخدم في العملية وشنو الهدف منه؟ الروبوت هو آخر التقنيات المستخدمة في إجراء العمليات الجراحية. هو جهاز يستخدمه الجراح لإجراء عمليات جراحية كبرى علشان تصير أسهل ومضاعفاتها أقل وفترة المكوث بالمستشفى تصير أقل ويطلع المريض من المستشفى بصورة أفضل من إذا كانت العملية بالفتح. طبعا مو كل العمليات نقدر نستخدم الروبوت الجراحي لإجراءها، لذلك لازم نعاين كل حالة على حدة ونشوف أي حالة نقدر نستخدم جهاز الروبوت لإجراء العملية. شركات وايد متوفرة الآن تصنع جهاز الروبوت لإجراء العمليات الجراحية. بالكويت الجهاز اللي كان موجود أو أول جهاز هو الدافنشي اس اي، موجود من سنة 2014، حيث أن أول عملية جراحية تم إجراءها كانت في هذا المركز في فبراير 2014. كانت عملية استئصال ورم من الكلى وعملية استئصال جذري للبروستاتا لمرضى عندهم ورم في هذه الأعضاء. ومن ذاك الوقت إلى الآن تم إجراء أكثر من 1500 عملية، هالسنة بس تقريباً 160 عملية من بداية السنة إلى الآن. طاقم كويتي، جراحين متدربين في زمالات عالمية، ويجين هني يطبقون اللي تعلموه ويستخدمون الجهاز لإجراء العمليات الجراحية. الجهاز عبارة عن ثلاث أجزاء: الروبوت نفسه اللي يتثبت على المريض مثل ما احنا شايفين ورانا، التور اللي يربط الروبوت مع الكونسول، الكونسول هو الجزء الثالث اللي يقعد عليه الجراح ويرشد الروبوت لإجراء العملية الجراحية. طبعا الروبوت ما يتحرك بروحه، لازم الجراح هو اللي يرشد أو يتحكم بالروبوت لإجراء العملية. لذلك إذا الجراح مو موجود بالغرفة الروبوت ما يتحرك، ما يقدر يسوي العملية من نفسه، لذلك يخضع لأوامر الجراح. فالجراح يقعد على الكونسول مثل ما احنا شايفين الجراح هني الدكتور علي عبد الوهاب قاعد، كل حركة يسويها تترجم في الروبوت، تساعده على تشريح العضو اللي قاعد نسوي عليه العملية، وتتم من خلال فتحات صغيرة تدخل من خلالها أذرع الجهاز. من المميزات اللي تخلينا نفضل هذه التقنية على العمليات المنظار العادي مثلا، إن غير إن الفتحات صغيرة
فالألم بعد العملية يكون وايد أقل، والحاجة إلى المسكنات تكون وايد أقل، فترة المكوث بالمستشفى تكون أقصر، وهذا كله بالتالي يوفر على التكلفة الكاملة لعلاج مريض بالمستشفى. الشوف داخل المريض عن طريق الكاميرا تكون ثلاثية الأبعاد، فكنا الدكتور حاط راسه داخل المريض ويشوف العمق والارتفاع وحجم الأعضاء، غير أنها مكبرة 10 إلى 15 مرة، فهذا يساعد الدكتور أنه يشوف عدل لأدق مليمتر. الأذرع المستخدمة الدكتور يقدر يحط 3 أذرع للروبوت غير الكاميرا، وهذه تساعده أنه يشرح حق أدق التفاصيل، ويستخدم أصغر الإبر عشان تساعده على الخياطة والتشريح. بالإضافة إلى ذلك الرجفة الطبيعية اللي في إيد الإنسان الجهاز يمتصها، فلذلك يكون دقة حركة أذرع الروبوت جدا جدا دقيقة، وتقلل من المضاعفات بعد العملية. في الحقيقة جهود الدولة واضحة جدا وجلية، متمثلة في معالي وزير الصحة والقيادة السياسية في توفير أحدث التكنولوجيا في مركز صباح أحمد المسالك الدولية وفي كل مكان بالكويت. عندنا مثلا احنا بدينا بالمركز في إجراء عمليات الروبوت الجراحي الإصدار الأول في 2014، اليوم احنا عندنا الإصدار الأحدث دافنشي XI، وهذا كله ما يتم إلا بتضافر الجهود وتسهيل من القيادة السياسية لهذا الموضوع. في الوقت الحالي استخدام تقنية الروبوت والذكاء الصناعي محصورة حاليا بسبب خلينا نقول كثرة حالات الأورام في الكويت لهذه الحالات، حالات البروستاتا، حالات الكلى، حالات سرطانات المثانة. ولكن ما عاد خلينا نقول مع دخول منافسين للشركة اللي موجودة صار لها 30 سنة في السوق، راح ينزل سعر هذه التقنية في الماركت، بمعنى ذلك انه راح يصير في توسع في استخدام تقنية الروبوت والذكاء الصناعي مو بس في عمليات السرطانات، ولكن في عمليات اللي هو الاختلالات الخلقية والحصوات، وايضا في التخصصات الثانية اللي قاعد نشوف حاليا في الكويت في ترند انهم يستخدمون هذه التقنية. الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوت في إجراء العمليات الجراحية يساهم في التقليل من الأخطاء الطبية أثناء أداء العملية الجراحية، ويساهم في التقليل من الوقت عن العملية التقليدية. نتكلم عن مثلا نسبة الخطأ الطبي، جودة العملية، ووقت العملية.
طبعا هذه النسب تعتمد مو بس على الجهاز، ايضا تعتمد على الجراح. لذلك لازم يكون الجراح عنده تدريب معتمد وشهاده على استخدام هذا الجهاز. ووحده الاورام وجراحه الروبوت عندنا كل الجراحين الموجودين عندهم شهادات من مراكز معترف فيها لاجراء عمليات الجراحيه باستخدام الروبوت. بالنسبه حق نسبه المضاعفات وايد اقل من الفتح الجراحي، فنسبة التهاب الجروح أقل، النزيف أقل، الألم بعد العملية أقل، المكوث بالمستشفى يكون أقصر. فهذه كلها تترجم باستشفاء أسرع وأفضل للمريض مقارنة بالعمليات الفتح الكبرى. على سبيل المثال استئصال جذري للبروستاتا قبل كانت تتم بالفتح الجراحي، المريض يفقد يمكن لتر إلى لتر ونص من الدم ويمكث بالمستشفى من أسبوع إلى 10 أيام. الآن عملية استئصال جذري للبروستاتا المريض يمكث بالمستشفى لمدة يوم ونص، ونسبة فقدان الدم من 10 إلى 20 ملي. ففرق شاسع بالنسبة حق كمية فقدان الدم والمضاعفات اللي تنتج. ويعني قد يكون جهاز باهظ الثمن ولكن بالنهاية يوفر على الدولة، لأن كل التكاليف الأخرى تقل من فترة مكوث بالمستشفى واستخدام الأدوية الزائدة. اليوم احنا نفتخر ونعلنها للشعب الكويتي كوادر وطنية كويتية متدربة في أحدث المراكز الطبية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا لإجراء هذه العمليات. اليوم عدد جراحين الروبوت 5 جراحين في هذا المركز، والعدد قاعد يزيد. احنا قاعد ندرب الأطباء الكويتيين في البورد الكويتي لجراحة المسالك أن يدربون على هذا الروبوت، ونستقطب متدربين جدد، فهذا شيء جدا نفتخر فيه. متى تم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ودخولها في الخدمة؟ فأول مرة استخدمنا هذا الجهاز في الكويت كان في فبراير 2014 في مركز صباح الأحمد للمسالك البولية، وكان لاستئصال ورم من الكلية واستئصال جذري للبروستاتا. ومن ذاك الوقت في 2017 تم شراء جهاز آخر ويابو في المستشفى الصدري، وتم استخدامه لإجراء عمليات جراحية تخص جراحة القلب والشرايين. وبعد ذلك تم نقل الجهاز إلى مستشفى جابر واستخدام نفس الجهاز في إجراء العمليات الجراحية في مستشفى جابر. هالسنة هذه صار لنا تقريبا أسبوع، الجهاز الجديد اللي هو النسخة المحدثة من الدافنشي اسمه الدافنشي XI، هذا آخر وأحدث نوع من أنواع روبوتات الدافنشي مقارنة بالدافنشي SI اللي قبله. هذا وصل الأسبوع اللي طاف عندنا وعند مستشفى جابر، ورأساً بدينا نستخدمه في إجراء العمليات الجراحية. ويعني الله يشافي الناس كلها، نسبة المرضى أو عدد المرضى في قوائم الانتظار كبير، فلذلك احنا في بعض الأيام نستخدم الجهازين لإجراء عمليات جراحية بنفس الوقت باستخدام هذا النوع من التقنيات. وهذا دليل على أن عدد الجراحين عندنا زاد وعدد المرضى زاد، وإحنا يعني نبي نستخدم أي شيء في فائدة للمريض وفي مساعدة الجراح للحصول على أفضل النتائج بعد العمليات. اليوم إحنا نجري عمليات الروبوت الجراحي لأورام الكلى والمسالك البولية والبروستاتا بشكل أسبوعي، تقريبا في كل أسبوع نقوم ب3 إلى 4 عمليات. من بداية هذه السنة فقط 160 حالة تم عملها عن طريق الروبوت الجراحي، وهذا رقم جدا كبير مقارنة بالسنوات السابقة. هذا دليل أن إحنا أطباء الروبوت زادوا وكذلك المرضى بدأوا يستفيدون أكثر. ما هي التحديات والمخاوف اللي تواجهكم في استخدام الروبوت في العمليات؟ دائما هذا السؤال ينطرح، إنه شنو المخاوف من استخدام الروبوت؟ الناس تسأل إنه إذا في حال اخترب الروبوت شنو نقدر نسوي؟ لازم نأكد إن جميع الجراحين الموجودين في مركز صباح الأحمد للمسالك البولية هم جراحين متخصصين في خلينا نقول أعرق وأكبر المؤسسات الطبية في العالم، وهم مدربين على استخدام الروبوت. وفي حال حصول عطل لازم ننوه أن هذا الروبوت الجراحي صار له أكثر من 30 سنة، هذه التقنية هذا السوفت وير موجود، وعلى قولتهم تم إصلاح أي نوع من الخلل قد يحصل وتوقف الجهاز. وفي حال لا سمح الله توقف الجهاز، جميع الجراحين الموجودين متخصصين في جراحات الروبوت أيضا هم متخصصين في الجراحات خلينا نقول جراحات البطن المفتوح، ويقدرون يتغلبون على أي نوع من هذه المشاكل قد تحصل في حال تعطل الجهاز.
إذا بنتكلم عن التحديات المستقبلية في جراحات الروبوت، هي إدخال تقنية الذكاء الصناعي، بمعنى أن الذكاء الصناعي يساعد الجراح خلال العملية في اختيار المكان المناسب مثلا لقطع الورم، ابتعاد عن الورم، وين وجود الورم، بحيث أنه ندخل نتائج خلينا نقول العينات اللي تسوت قبل العملية، صور الأشعة مع الصبغة، بحيث أنه يسوي لنا محاكاة وإحنا قاعد نشتغل على خلينا نقول على الورم وين المكان المناسب، بحيث أننا نتجنب القطع داخل الورم وتحسين فرص الاستشفاء من خلينا نقول من استشفاء من الورم نفسه. في المستقبل أيضا في تحدي أنه هو خلينا نقول المريض في مستشفى، خلينا نقول مستشفى الفروانية، والجراح موجود في مركز صباح الأحمد، بسبب وجود تقنية خلينا نقول الجيل الخامس للإنترنت ممكن عمل الجراحة عن بعد، في حال خلينا نقول جراح مثلا كان مريض ما يقدر يسوي العملية لأي سبب من الأسباب، ممكن جراح ثاني في مركز آخر يقوم بعمل العملية عن بعد. في السابق بالنسبة للجراحات اللي تجرى بالروبوت اللي هي الاستئصال الجذري للبروستاتا أو جراحات الكلى للأورام أو جراحات استئصال المثانة الجذري وتحويل المسار، الجروح أو الفتحات الجراحية كانت تكون كبيرة، وهذا كان يؤدي إلى ألم المريض بعد العملية فترة أطول وألم أكثر وفترة مكوث في المستشفى أطول بكثير من الوضع الحالي. طبعاً الوضع الحالي منذ انتقالنا إلى العمليات بالروبوت الجروح تكون أصغر بكثير، الألم بعد العملية يكون أقل، فترة المكوث في المستشفى أقصر بكثير، أغلب مرضانا يخرجون بعد يوم أو يومين من العملية، وفترة التشافي في البيت والعودة إلى العمل تكون أقصر بكثير من السابق. في وجود الأجهزة الحديثة هذه قدرنا أن احنا نستفيد من ميزاتها عن النسخ السابقة منها. المثال الكبير هو الروبوت الجراحي، نفس ما ذكرنا أن في وجود جروح أصغر وفي وجود فترات مكوث في المستشفى أقصر بكثير وخروج من المستشفى وعودة إلى العمل بشكل أسرع من السابق، بالإضافة إلى احتمالية حدوث نزيف تكون أقل بكثير في وجود التقنية الحديثة هذه. أكبر فارق بين العمليات السابقة وإجراءها بالروبوت في الوقت الحالي هي أغلبها أشياء لها علاقة بالمريض، وايضا الى جزء في جزء اقل للجراح. الجراح العمليه تكون اسهل بالنسبه له ويكون متحكم في اذرع الروبوت طول الوقت طبعا، وتمكن الجراح من السيطره على النزيف بشكل افضل من السابق. بالنسبه لفوائد العمليات الجراحيه للمريض، فنفس ما ذكرنا الألم يكون أقل بكثير بعد العملية، فترة المكوث في المستشفى تكون أقصر بكثير، والخروج من المستشفى والتشافي في البيت تكون فترة جدا أقصر، وبالتالي العودة إلى العمل والعودة إلى الدوام تكون بشكل أسرع. أحب أقول أن احنا في مركز صباح الأحمد مركز متخصص في الجراحات المتقدمة للكلى والمسالك. احنا في آخر 9 سنين أجرينا فوق 1500 حالة لاستئصال البروستاتا الجذري واستئصال أورام الكلى واستئصال أورام المثانة. فإحنا يعني ندعو أي أحد عنده مشاكل صحية لها علاقة بالكلى أو المسالك أنه يشرفنا هني بالمركز، وإحنا نكون في خدمة الجميع إن شاء الله.
يستخدم جي اكس اي يعد من احدث التقنيات المطبقه في العمليات الجراحيه والروبوتيه، ويستخدم في العديد من التخصصات، وتم استخدامه مؤخرا في مركز الشيخ صباح الاحمد للكلى والمسالم. الاصطناعي واستخدام الروبوت في إجراء العمليات الجراحية يساهم في التقليل من الأخطاء الطبية أثناء أداء العملية الجراحية، ويساهم في التقليل من الوقت عن العملية التقليدية. العملية تمت باستخدام الروبوت في الكويت كانت في مركز الشيخ صباح الأحمد للكلى والمسالك في فبراير 2014. الكويت شهدت إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية بالروبوت منذ عام 2014. العمليات الجراحية باستخدام الروبوت آمنة، وتم إجراء أكثر من 5 ملايين عملية على مستوى العالم. انتشار تقنية الذكاء الاصطناعي حول العالم واستخدامها في مختلف المجالات، بادرت وزارة الصحة الكويتية باستخدام هذه التقنية في التشخيص والعلاج وتدريب كوادرها على مواكبة التطورات وصولا إلى أفضل الخدمات الصحية. أنا سعيد جداً أن هذه الكفاءات الوطنية صارت تستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا في دولة الكويت. ما عاد المريض صار يحتاج يسافر برا علشان يحصل على أفضل علاج، العلاج متوفر بالكويت. وأنا صراحة كوني مدير المركز فخور جداً بالطاقات الكويتية اللي موجودة، كلها درست يعني من خير البلد، ويت متدربة حاصلة على شهادات من أفضل المراكز العالمية، وأفضل استثمار في البلد هو في ابن البلد. يرجعون وقاعد يشتغلون وقاعد يسوون عمليات جراحية ويعالجون مرضى يعني في البلد باستخدام آخر التقنيات الجراحية. عندنا 4 جراحين وإن شاء الله يزيدون، وقاعد نسوي عمليات معقدة تجاري العمليات المعقدة اللي يتم إجراءها في الدول الأخرى في أوروبا وأمريكا. فيعني صراحة هذا شيء يدعو الفخر، ويعني كلهم زملائي وإخواني، وعندنا أطباء البورد الكويتي، هذا أطباء متدربين في برنامج تدريبي بالكويت يخرجهم كأطباء مسالك بولية، قاعد نشوفهم معانا في العمليات يتدربون على استخدام هالنوع من التقنية، وبهالطريقة ننشرها بين الأطباء الكويتيين علشان المستوى بصورة عامة يزيد في المنظومة الصحية بالكويت. إذا احنا ندربهم على استخدام مثل هذه التقنية للحصول على أفضل النتائج، بالنهاية الفائدة ترجع للمريض.